السلام عليكم. اليوم غنحاولوا ندويو على الذكاء الاصطناعي. كما كتعرفوا بلي هذه الكلمه هذه كنسمعوها غير في الافلام ولا في السيريات ولا ملي كنكونوا ندويو على شي تيوري بحال دابا جوجل. كنقول جوجل كتستعمل الذكاء الاصطناعي باش خدم يوتيوب او جوجل ادسنس او شي حاجه بحال هكايا. اليوم درت هذا الفيديو باش نجرب واحد الذكاء الاصطناعي كرياته واحد شركه سميتها اوبن اي اي. هذا الذكاء الاصطناعي سميتو شات جي بي تي. هاد شات جي بي تي هو واحد الذكاء اصطناعي فابور واكسيسيبل، يعني اي واحد يقدر يخدم به. عباره عن ذكاء اصطناعي كيجاوب على الاسئله ديالك، يعني اي سؤال سولتيه كيجاوب عليه سو فورم دو ميساج، يعني بحال كتشاطي معاه. هو شات جي بي تي من السميه كيقولوا لك بلي راه هاد الذكاء اصطناعي كتصيفط ليه ميساج كيجاوبك على الميساج ديالك، كتعاود تسوليه كيجاوبك وبقيتي غادي بحال هكا. على كدوي مع شي صاحبك في واتساب ولا في فيسبوك. دونك غنحاولوا اليوم نسولوا هذا الذكاء الاصطناعي، نجربوه نتيستيوه، ونحاولوا نسولوا 6 ديال الاسئله. غنشوفوا الريزلت ديال هذوك الاسئله، يعني الاجوبه اللي غيجاوب هو، وغنشوفوا حتى الطريقه كيفاش غيجاوب عليهم. دونك قبل ما نديروا هذا الشيء اللي قلت، هبطوا ديروا ابوني، تعجبكم الفيديو ديروا ابوني، وديروا داك البيل ايكون باش يبقى يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديالي. يلا نبداو الفيديو ديالنا. دونك دابا غنبداو لاطاج ديالنا. مي قبل ما نسولو الاسئله اللي عندنا اللي هما 6، نحاولوا نشوفوا كيفاش كيخدم هذا السيت وكيفاش ندير اكسترا. دونك دخلوا لجوجل كروم، نتوما من اليوم غتبقاو تستعملوه. دخلوا لجوجل كروم وغتدخلوا لهنايا وغتكتبوا chat.openai.com/chat. يا هي هي الفوق هاد السيت غيدخلكم ويقول لكم واش ديروا لوغين ولا سينغا، يعني ساين اب لوغين ولا ساين اب. لوغين هي تكونيكت معاهم، وساين اب هي تانسكريب معاهم، يعني تدخل معاهم كواحد جديد مشترك جديد. نتوما اللي ما دخلتش معاهم دير ساين اب ودير جوجل، راه ما تاخذش حتى 5 دقائق، غدير لانسكريبسيون معاهم وغيخرج لكم ورا هاد الانترفاس. كما كتشوفوا هاد الانترفاس هذا فيه هنا عندك نيو شات، يعني الا بغيتي تدخل شي حاجه جديده. عندك لي كيسيون ديالك، هما مروكان ريزومي كرياشن، يعني السي في. كنعيط على الذكاء الاصطناعي باش يصايب لي السي في. عندك هاو تو ديزيبل لايف ديمو يونت، اديت تشار ام دي 5 شيكسم، اديت كوالكوم اكس 1660 موديل. هادو اسئله عندهم شويه علاقه بالتكنولوجي. دونك هادو هما الاسئله، حيت هو كيخلي هيستوريك ديال الاسئله اللي سولتي، يعني اي سؤال سولتي كيبقى هنا باش الا بغيتي تكمل مع الكونفرسيشن ترجع للسؤال وتكمل مع الكونفرسيشن. داكشي علاش قلت لكم في الاول شات وسميتو شات جي بي تي، لانه كدوي معاه، كتدخلوا انت وياه في كونفرسيشن، هو انت وياه في ميساج بحال كدوي مع شي صاحبك او شي واحد عندك في واتساب، كدوي معاه بهذه الطريقه. دونك هنا عندك هاد التحتانيه الفنيتر، هاد البلاصه هي اللي كتكتب فيها الميساج اللي بغيتي تصيفط ليه. وعندك هنا غنقراو اشنو كاين. كاين شات جي بي تي اكزامبلز اكسبلين كوانتم كومبيوتين ان سيمبل تيرمز، يعني يشرح لك الكوانتم فيزيكس او كوانتم كومبيوتين اللي هو ما عرفتش الكلمه بالعربيه، ان سيمبل تيرمز يعني بكلمات سهله، يعني يشرحها لك بطريقه سهله انت تفهمها دغيا. Got any creative ideas for 10 years old day birthday؟ يعني واش عندك شي افكار ذكيه او زوينه كرياتيف، يعني كرياتيف دي زيد كرياتيف لواحد سي دري ولا دريه عندها 10 سنين باش نديرو ليه في البيرثدي، يعني في عيد ميلاد ديالو. وعندك هنا اود هاو دو اي ميك ان اتش تي تي بي ريكويست ان جافا سكريبت، يعني كيفاش هذا عنده شويه علاقه بالتكنولوجي، كيفاش تدخل واحد ريكويست يعني دوموند ديال اتش تي تي بي في جافا سكريبت. هادو سون دي كود اتش تي تي بي وجافا سكريبت. هنا قال لك كابابيلتيز ريمبرز وات يوزر سيد ايرليير ان ذا كونفرسيشن. كابابيلتيز كتعني اشنو كيقدر هاد الذكاء الاصطناعي ليا، كيعقل على الميساجات اللي دوا مع السيد اللي استعمل. الله يوزر تو بروفايد فولو اب كوركشن، يعني يعطيك الحق انك تصحح لي معلومه، يعني بحال دابا كنتي داوي معاه وقال لك هذه المعلومه راه غلط، كتقول لي لا هذه راه غلط ها الصحيح، يمشي كيقلب عاوتاني كيقول لك شكرا حيتاش نصحتيني، هذه راه غنخليها عندي في الميموار باش مره اخرى نسولو شي واحد اخر بحالي يعطيه الجواب الصحيح، ولكن كيتاكد ماشي كيجيو نو كيتاكد. ترين تو ديكلاين
ان ابروبريت ريكويست، يعني هنا هذه اللي قلت لكم الاخرى كتعني انه اي حاجه ايليغال او خيبه او شي حاجه اللي غير قانونيه او غير اخلاقيه كيرفض. هو تدرب باش انه اي حاجه خيبه ما يجاوبكش عليها، يقول لك انا ما غنقدرش ندير فايوليشن ديال الرايتس ديالي ما غنجاوبكش. دونك ليميتيشنز، ليميتيشنز هما شنو هما المحدوديات ديالو، محدود في واحد الحوايج ها هما. قالك مي اوكيجنالي جينيريت اند كوريكت انفورميشن، يعني يقدر يعطيك دي زانفورماسيون لي غلط. مي اوكيجنالي برودوس هارمفول انستراكشن اند بايسد كونتنت، يعني يقدر يعطيك شي طرق اللي شويه خايبه، سولتي على شي طريقه ديال شي حاجه هو عطاك شي طريقه اللي تقدر تكون خطيره، فهمتي، خطيره عليك انت، او بايسد كونتنت او كونتوني اللي ماشي نوتر، يعني يقدر يكون جاي من شي جهه. هذاك الشيء علاش وقال لك ليميتد نوليدج اوف وورد اند ايفنت افتر 2021، يعني قال لك عنده الحق انه يعطيك معلومات غير على الحوايج اللي داروا في 2021 وقبل، يعني اي حاجه دارت في 2022 ما غيجاوبكش عليها لانه ما غيفهمهاش. دونك نحاولوا نشوفوا دابا الكويشنز اللي عندنا حنا اللي هما الاسئله غنديرهم في هذا الدوكيومون. اول سؤال قلنا ليه هو هو از ذا بيست تكنولوجي اي تي شانل اون يوتيوب ان ذا وورلد اند ان ذا عربيك كونتريز، يعني شنو هي احسن شانل، يعني شان ديال الانفورماتيك وديال التكنولوجيا في يوتيوب في العالم وفي العالم العربي. يعني انا كنترجع لكم الاسئله اللي كتبتهم بالانكلي. السؤال الثاني هو واش كاين شي توقعات ديال زلزال او تسونامي في المغرب؟ حنا هادو اسئله باش نجربوا الذكاء ديالو كيفاش كيفاش يحاول يجاوبني. السؤال الثالث هو شنو هو احسن تليفون تصيف 2023 من ناحيه الباتري. السؤال الرابع كتبت لي ار اي اي لايك يو ويل بي ذا فيوتشر. هاد السؤال الرابع كيعني انه واش لي زانتيليجونس ارتيفيسيال يعني كلهم واش غيكونوا هما المستقبل ديال التكنولوجيا ولا المستقبل اون جينيرال، واش من بعد غنوليو نخدموا بهم غير هما اكسترا. والسؤال الخامس بغيت نجرب الحساب ديالو، قلت ليه بغيت نانستالي ويندوز 11 وروكيت ليغ هي واحد الجيم وفول جايز، هادو جوج ديال لي جيمز مع الويندوز 11 واحد البي سي في اللابتوب ديالي، يعني البي سي بورتابل ديالي. شحال خاصني ديال الميموار بالجيجا بايت باش نانستاليهم وتبقى عندي 150 جيجا خاويه؟ انا كتبتها لي هنا، يعني باش نانستالي اي نيد تو انستال ذيم اند هاف 150 جيجا بايت از امبتي سبيس، يعني شحال خاصني ديال الميموار باش نانستالي هادشي ويبقى عندي 150 جيجا ديال الميموار خاويه. والسؤال الخامس، السؤال السادس يا ربي، وهذا بونيس، هو واش كتعرف مستر تيك شانل، يعني واش كيعرفني انا في يوتيوب او لا؟ قلت لي do you know Mr. MRT's channel on YouTube? It is a small tech channel. Can you give me some info about this this channel? يعني واش كتعرف هاد channel اللي سميتها MRT؟ هي راه واحد الشان اللي صغيرة ديال التكنولوجيا، بغيت نحدد ليه لان الشان ديالي صغير، كون كتبت لي لاينز تيك تيبس غيجبد عليا دغيا، ولكن حيت انا شان صغيرة وكاين بزاف ديال السميات بحالي خاصني نعطي واحد المعلومة. واش تقدر تعطيني معلومات عليها؟ دونك هاد ست الأسئلة غنحاولوا نسولو ونشوفوا شنو هما الاجوبه اللي غيجاوبنا عليهم. دونك نحاولوا دابا نسولوا السؤال الاولاني واللي هو شنو هي احسن شانل ديال التكنولوجيا في العالم واحسن شانل في العالم العربي، اللي هي هذا السؤال غندير لكم كوبي كولي تجدرنا لي كوبي ها هي كولي. What is the best technology ET channel on YouTube in the world and in the Arabic countries؟ دونك اش قال لك الفوق باش نحاولوا نشرحوا الجواب ديالو. قال لك اسيدي it is difficult، يعني صعيب باش نجاوبك على السؤال ديال شكون هي احسن شانل قال لك في العالم، ولكن قال لك هذاك الشيء كيشوف عاوتاني كل واحد وبريفرنس ديالو، يعني انا كتعجبني شانل كل واحد كيعجبو شانل ديالو، هذاك اختيار اوبينيون ديال كل واحد. يعني انا ما نقدرش نعرف شكون هي احسن شانل لان كل واحد والاختيار ديالو في هاد لي شان، يعني الناس اللي كيتفرجوا في هاد لي شان. قالك مي نقدر نعطيك شنو هما لي شان لي مشهورين والناس كيشكروهم، لي هما لاينز تيك تيبس هادي عالميا لو قالك لاينز تيك تيبس، ماركيز براونلي لاينز تيك تيبس هو اللي كيدير داكشي ديال البي سيات وديال البور، وهاد الشان ديالو متنوع راه عنده شي 15 مليون. مورا كاين ماركيز براونلي هو داك واحد
واحد السيد امريكان كيدير هاد الفيديوهات ديال التليفونات ايفون سمارت فون اون جينيرال، هو كيدير لهم الانبوكسين والريفيو. كاين ورا انبوكس ثيرابي واحد اللحيه هو بحال ماركيز براونلي، كاين تيك لينكد هادي هي شان مشهوره ديال انفورماتيك ديال داكشي ديال التكنولوجيا ولكن ما كنتفرجش فيها، كاين ذا فيرج، كاين سي نت، كاين تيك كرانش، كاين وارد، كاين ستاند هاردوير. هاد وارد توم هاردوير سيتات مشهورين ديال هادشي، ندير انت شان ديال يوتيوب. دونك هادو بالنسبه هادو غير اختار من بين احسن، مي هذيك لاين ستيك تيبس صحيح، لان لاين ستيك تيبس هي اشهر دابا شان ديال الانفورماتيك في يوتيوب. يعني اي واحد غتسولي شنو هي اكثر شان مشهوره ديال اللي كدوي بلونغلي ديال الانفورماتيك يقول لك لاين ستيك تيب. بالنسبه قال لك العرب حتى هما نفس الراي، قال لك يعني على حساب الاراء ديال الناس انا ما نقدرش نجاوبك على الجواب ديالك، لانه يعني الاراء كيختلفوا ما بين واحد لاخر، ولكن نقدر نعطيك واحد الاقتراحات اللي هما تيك بلس، عالم تقنيه، دحومي، سعودي تيك فيو، ماجد الشمران، هذو ما كنعرفهمش انا عمري ما عرفت شي واحد، زي تيك، تيك فويس، سعودي جيمر، تيك بوكس. المهم البارتي ديال العرب قال لك باللي حتى هي قال لك باللي ما نقدرش نجاوبك على السؤال ديالك، يعني كل واحد والبريفرنس ديالو، كل واحد الاوبينيون ديالو، كل واحد واختيار ديالو لهاد ديال هاد لي شين ديال الانفورماتيك، مي نقدر نعطيك اقتراحات اللي هما تيك بلس، عالم تقنيه، دحومي، سعدي تيك فيو، ماجد الشمراني، جي تيك، تيك فويس، سعودي جيمر، تيك بو. هادو شين ما كنعرفهمش، كنعرف حتى شي شين فيهم، مي كنظن وقيلا حيتاش عندهم بزاف ديال لي فيوورز وبزاف ديال لي زابوني، هذاك الشيء علاش حطهم في هاد لاليز. وقال لك في الاخر it is important to know that this is not exhaustive list and there may be other great technologies on it and worth checking out. يعني قال لك هاد لاليست اللي عطيتك يقدروا يكونوا فيها شي وحدين احسن وانا ما ذكرتهمش، يعني قلب فهمتي لوجيك مول. الجواب اللي جاوب زوين، غير هو ما جاوب 100% ما عطاش ما حددش بزاف ديال الحوايج، مي نوطامون جاوب مزيان. يعني قال لك شنو هما لي شين، قالك بعدا اول حاجه قال لك بلي انا ما نقدرش نحكم شنو هي احسن شان، حيت هو غير اي. قالك المهم مي انا غنعطيك شنو هما اللي شان اللي كيتفرجوا فيهم الناس كاملين، وعطاني هاد لي شان اللي كنعرف ثلاثه من هاد لي شان هادو مشهورين عندهم لي زابوني كبار ديال سميتو بالنسبه لهادو ديال العالم، وديال العرب ما كنعرف فيهم حتى شي واحد، مي هو حاول يجاوب. دونك جاوب مزيان، الا قدرنا نحدو نقدر نعطيه شي 6 على 10. انا انسان وغنظن نوطي للذكاء الاصطناعي الاجوبه ديالو. دونك هذا السؤال الاول، ندوزو للسؤال الثاني. قالك is there any prediction of earthquake or tsunami in Morocco؟ يعني السؤال قالك واش كاين شي توقعات على الزلازل او تسونامي غيطراو في المغرب؟ نشوفو شنو هو الجواب ديالو. قالك انا كذكاء اصطناعي ما عنديش المعلومات، يعني معلومات جديده، يعني داكشي بالوقت وبالديت ولا الانفورميشن ميزاجورين على التوقعات ديال الزلازل وديال التسونامي اللي طراو في المغرب، ولكن قال لك الزلازل والتسونامي كيقدروا يطراو في بزاف ديال البلايص، ماني بارت اوف ذا وورلد، يعني بزاف ديال البلايص في العالم، ومن ضمن هاد الدول هو المغرب. علاش؟ لانه كاين واحد كاين هذوك التحركات ديال تكتونيه الصفائح، المهم انا فيزيك في زيرو، اللي عارف هاد موفمنت اوف تكتونية الصفائح كتبان لينا. انا عاقل على التحركات ديال تكتونية الصفائح ولكن ما عارف اش كتعني، اللي فاهمه يكومونتي لتحت اش كتعني. قال لك المغرب جا في واحد البلاصه يعني اكتيف في الالبورانسي، يعني في البحر الالبوراني ولا ما شنو، اللي جا هو في الويسترن في الغرب في الجزء الغربي ديال الميديتيرين، يعني ديال البحر الابيض المتوسط. وايل اتس امبوسيبل، يعني امبوسيبل باش يتوقع امتاش غيطرا الزلزال او تسونامي في المغرب. العلماء والسيرشر يعني الباحثين راهم دايرين افور كبير باش انهم يعرفوا لي ريسك في سيرتن ايريز واحد البلايص، لانه دابا زلزال كاين واحد الزلزال اللي ضرب في الريف دابا يا واحد شي شهر دابا ما عادش شي سيمانه ولا جوج سيمانات ضرب 4.8، ماشي زلزال صحيح ماشي بحال ديال تركيا ولا ديال سوريا، ولكن راه مهم بزاف. داكشي علاش بغيت نسولو هاد السؤال هذا، بغيت نشوف شنو هو الجواب ديالو. هنا بدا كينصح، هنا خرج من المعلومات ودخل معاك النصائح، ينصحك انت اليوزر. قال لك الا كنتي خايف من زلزال او تسونامي في المغرب
تقدر تمشي تسول local authorities يعني الدولة، ولا emergency services يعني الطوارئ، أو الناس المختصين في هذا الدومين اللي غيعطوك معلومة خاصة أو guidance يعني يوريوك طريق. Additionally قال لك زائد على أن it is important يعني من المهم أنك تكون عارف وتدير هذوك الإيفاكويشن بروسيدر، يعني ملي كيطرا شي تصونا ماشي حاجة كيكونوا هذوك التعليمات باش أنك تمشي تهرب من هذيك البلاصة اللي فيها الخطأ. إيفاكويشن ما عرفتش الكلمة بالدارجة بالعربية والدارجة، مي التعليمات باش أنك تخرج من الخطر تسموه إيفاكويشن بروسيدر أو سيفتي ميجرز ذات مي بي إن بلايس إن ذا إيفنت أور إيرثكويك أور تسونامي. قال لك خاصك تكون عارف، ومن المهم أنك تكون عارف وتتبع التعليمات باش تخرج من هذيك المنطقة اللي فيها الخطر اللي فيها تسونامي أو الزلزال، وتبعد منها وتمشي لشي المنطقة اللي ما فيهاش الخطورة على صحتك. وهنا هذا الجواب الخلالي تقدر تسوله، يعني تقول ليه أعطيني لي بروسيدير ديفاكياسيون، يعني هاد الأجوبة اللي كيجاوب أنا بحال دابا الجواب اللي ما عطانيش فيه لي بورسونتاج وما عطانيش فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن حاول أنه ماكسيموم بوسيبل يحاول يجاوبني ويحاول انه في الاخر يعطيني النصائح ديالي. هذا الجواب ما قنعنيش، يعني نعطيه 5 درجات مع المزيان. دونك دابا ندوز للسؤال الثالث. السؤال الثالث قلنا باللي شنو هو احسن تليفون اللي تصيف 2023 من ناحيه الباتري. احنا عارفين باللي هذا الاي حدو 2021 لانه مكاتبينه في الليميتيشنز، ولكن حنا غنختبروا كيفاش غيجاوبنا على هذا الجواب. يعني احنا عارفين الليميتيشن ديالو، بغينا نجربوا ديك الليميتيشن ديالو نشوفوا شنو غندير. قال لك اسيدي كنعتذر، انا غير واحد الاي لانجويج موديل، انا ما عنديش لا كاباسيتي باش نتوقع المستقبل يعني فوق من 2021 شهر سبتمبر يعني شهر 9، ما نقدرش نعطيك انا معلومات على التليفونات تصايبوا في 2023 وانا ما عنديش انا حدي 2021. مي تقدر تقلب تكنولوجي نيوز يعني اخبار ديال المعلوميات ولي ريفيوز في الفيوتشر، هو هذا هو الفيوتشر لانه محدود 2021، باش تلقى تليفون اللي عنده ذا بيست باتري بيرفورم. يعني هنا جاوبني جواب صريح مباشر، لانني اصلا انا عارف بان الجواب ما غيجاوبنيش الجواب ديالي، لانه غيقول لي انا محدود المعلومات اللي عندي، ولكن حنا بغينا نجربو. مي عطاني جواب مباشر، غنحاول ندير واحد التغيير السؤال ديالي ونكتب 2021 ونشوف شنو غيجاوبني، لانه 2023 نقولوا حنا ما يقدرش لنا المعلومات مقصفه، ولكن 2021 هو قال لك انايا 2021 عندي المعلومات عليها. دونك حنا غنشوفوا دابا شنو احسن تليفون من ناحيه الباتري. There were many smartphones with great battery performance that were released in 2021. Here are some of the best smartphones made in 2021 with excellent battery life. دونك بدا سامسونج جالاكسي M51، هذا التليفون حنا عارفينه. لك ذا سامسونج جالاكسي M51 هذا ماسيف 7000 ملي امبير في الباتري، اللي يقدر يشد لك يومين، يقدر يشد لك ماكسيموم يومين شارج واحد، يعني تشارجيه مره واحده ويشد لك يومين. قال لك كان لاست اب تو 2 دايز اون ا سينجل تشارج، يعني تشارجيه مره واحده ويعطيك يومين ديال بيرفورمانس. ايسس روغ فون 5، ذا ايسس روغ فون 5 هاز 6 ملي امبير battery that can last up to 2 days on a single charge. يعني تاد اسيز روغ 5، حنا كنعرفوا شنو هو اسيز روغ، هو تليفون الجيمر ديال اسيز سميتو اسيز روغ 5، دابا خرجوا قال 6 ولا مع 7، مي هو حنا دابا كنقلبوا في 2021. قلنا اسيز روغ فوق تا هو كيدي يومين شارج واحد، يعني تشارجي مره واحده يدي لك يومين. كاين شاومي مي 11 الترا، شاومي مي 11 الترا هاز a 5 mAh battery that can last up to 2 days and half with heavy usage. يعني 5000 تقدر يدوز لك نهار ونص with heavy usage، يعني كتخدم به، يعني كتدخل الكونيكسيون، كدير الانترنت، الواي فاي، كتشيلي شارجي، كتفرج، كتمحن التليفون، بهذيك 5000 باتري غيدوز لك نهار ونص. وان بليس 9 برو، ذا وان بليس 9 برو هاز 4 يعني 4500 ملي امبير في الباتري that can last up to 1 day and a half with moderate usage، يعني نهار ونص استعمال عادي ماشي heavy usage، ماشي غتورك عليه، يعني التليفون تخدم به عادي. اوكي الايفون 13 برو ماكس اللي قال لك فيه غير 4700 الباتري that can last up to 1 day and a half with moderate usage، يعني بحالو بحال وان بليس 9 برو
قال لك يقدر يضرب لك نهار ونص بالباتري ديالو. هاد المعلومات واش صحاح ولا ما صحاحش ما نظنش، لان احنا عارفين الايفون 13 برو ماكس كيشد الشارج بزاف، جداد لي زايفون جداد. نساو ديك الفكره ديال ان ايفون كيشد الشارج، ايفون ولا كيتنافس مع تليفونات واعرين باش يشد الشارج، غير هما مديرينو هو الخامس كاين شي حاجه. قال لك تورد ناتين ذات باتري لايف كان فاري ديبند اون يوزج اند ديفرسيتي، يعني قال لك في الاخر قال لك يقدر الباتري يتشونج الاستعمال ديالو، وهذا الشيء اللي قال لك على حساب الاستعمال ديال الانسان على التليفون وعلى حساب البارامتر اللي مخدم. مي انايا ايفون 13 برو ماكس حاطه هو الخامس ما نضنش، لان انا تفرجت في فيديو عاقل عليه انايا، كان ايفون 13 برو ماكس والروغ وكانوا تليفونات اخرين، واللي بقى فيهم الاخراني هو الروغ، وقيل الروغ فات 13 برو ماكس، بحال تقول الروغ هو الاولاني و 13 برو ماكس هو الثاني. ما عرفتش هي الاولانيه ام 51، انا متفق معاك لان 7000 ملي امبير في الباتري راه خصو يشدك ماشي يومين، خصو يشدك 3 ايام 4 ايام. علاش؟ لانه بكل بساطه في 7000 ملي امبير راه باتري ديال البيسي، باتري ديال البيسي انا عندي في 4000 ولا 5000، والتليفون فيه 7000 راه خصو يشد لك 3 ايام 40، ولكن يحتاج بروسيسور اللي فيه ما اوبتيميزيش باش يكون باور افيشنت يشد لك يومين. غير هذيك الروغ وعندي فيها شك، انا ما عرفتش. دونك مي هو الجواب جاوب والجواب صحيح، الا انا عندي شك في هذوك الجوج، داكشي علاش غنعطيه 6 لانه غلط. هو قالوا لك في الاول باللي راه قدر يعطيك معلومات غلط خاطئه غلط، قيد هذه المعجم العربي ديال قير غلط. ندوز دابا السؤال الرابع، واش الذكاء الاصطناعي هو المستقبل؟ قال لك اسيدي الذكاء الاصطناعي غادي بواحد الوتيره سريعه في الحياه ديالنا، ويقدر يولي احسن في المستقبل، يعني يقدر يزاد بواحد النيفو اخر. قال لك ما حد ان التكنولوجيا غادي وكتقدم، حتى الاي اي حتى هو غيلعب دور كبير في داك التقدم من ناحيه الهيلث كير، يعني الصحه والفاينانس يعني والفينانس والتعليم والترونسبور اكسترا، يعني كاع المجالات غيخدم فيهم الاي اي، وغيولي عنده بارت كبيره فيهم، غيولي عنده رول كبير فيهم. قال لك بالنسبه لي انا ك اي لانجويج موديل، حيت هو كيتسمى اي لانجويج موديل، قال لك الاي لانجويج موديل اللي بحالي انا داروا باش يتواصلوا مع الناس وياكسيسيو، يعني يدخلوا وياخذوا دوك لي زانفورماسيون ساهلين وافيشنتلي، يعني بواحد الطريقه اللي صحيحه 100%. قال لك انا كذكاء اصطناعي تكنولوجي ما حد ان هاد الاي اي تكنولوجي غادي وكديفلوبا لي زابليكاسيون ولي سيستيم اللي كيعتمدوا عليا انا، اللي كيعتمدوا على التكنولوجي الاي اي، غيوليو يديروا واحد لي طاسك لي طاش اللي واعري اللي حنا ما نقدروش نتخيلوه. وقال لك في الاخر هاويفر الذكاء الاصطناعي هو عباره عن واحد تول، واحد الاداه اللي دارت باش تعاون وتزيد من الاستعمال ديال الهيومن كابابيلتيز، يعني يعاون الانسان، تعاود القدرات ديالو ماشي تعوضه، يعني ما تعوضش الانسان غير تحاول تعاونه. نسال هي داكشي اللي بالترمينادور. While AI has the potential to transform many aspects of life، يعني قالك ما حد ان التكنولوجيا تقدر انها تشونجي، يعني تحول بزاف ديال الحوايج في الحياه ديالنا، الانسان هو الشخص الوحيد اللي غيحدد المستقبل ديال هاد التكنولوجيا ويحدد لي زيفي ديالها على المجتمع. جواب ناطي 9/10، جواب واعر الصراحه، جاوبني جواب يعني ما عندك ما تقول لي. انا جاوبنا سولنا سؤال فيوتشر، هادي هو جوابك، يعني لوجيكمون بقى غادي معاك بزيطاب بزيطاب. يعني الناس اللي باغيين يسولوا على شي سؤال بحال هذا السؤال، هذا بيعطيك يقول لك في القرايه دوز شي كونكور ولا شي حاجه ولا شي امتحان ما عرفتيش تجاوب عليه، تجي هو تسولي تقول لي كيفاش ساهم التضخم ديال الاثمنه في المغرب على الاقتصاد المغربي، او كيفاش ساهم هاد لي بري ديال الكاربيرون، يعني ديال هاد البترول ديال المازوت والايسانس، كيفاش الاثمنه ديالهم طالعين اثروا على الاقتصاد وعلى الناس وعلى الشركات في المغرب، ويقدر يجاوبك عليهم، ماشي يقدر يجاوبك، غيجاوبك كما جاوبني انا. هذا جواب زوين 9/10. السؤال الخامس هو هي ديك اللي ديال الحساب، حنا بغينا نشوفوا واش غيحسب واش غيعطينا الجواب صحيح او لا.
ولا لاحظتوا بلي اللانجويج ديالي ديال لونجلي راه ماشي شي اونجلي للطيار، راه ماشي انا اوباما، راه ماشي كلينتون ولا شي حاجه، انا باش غندوي بواحد اللونجاج ديال واعر، اللونجاج ديالي عادي ماشي واعر وماشي عيان، ولكن كيفهموا يعني راه بعض المرات كندير انا جرامر اخطاء ديال الجرامر ولكن كيفهمني. وغنسولو السؤال الخامس ونشوف كيفاش غيجاوب عليه. قال لك ذا ستورج ريكويرمنت فور انستالين ويندوز 11 روكيت ليج اند فور جايز اون يور لابتوب ويل ديبند اون فيو فاكتورز such as specific version of software you installed and whether you plan to install any additional programs or store personal files on your laptop. However, here are some rough estimates of the storage space you will need. يعني قال لك شحال خاصك ديال الميموار كتعتمد على بليزيور فاكتور، يعني بليزيور يعني بزاف ديال الحوايج اللي كتعتمد عليهم باش نعطيك هذه المعلومه، منهم انهم لي سوفتوير اللي عندك واش كي شنو هما لي ميزاجور ديالهم او لي فيرسيون ديالهم، او واش واش عندك افكار انك غتزيد معلومات اخرين او دي بروغرام اخرين في البي سي ديالك. مي قال لك انا غنحاول نحسب لك، غنعطيك تقديرات، غيقدر يقدر حتى استيميت هي تقديرات. بدا بالويندوز 11 لان حنا قلنا ليه، قلنا ليه ويندوز 11 روكيت ليج وفول جايز، وغنخلي 150 جيجا ديال ستوراج خاوي ديال ستوكاج او ستورج. قال لك ويندوز 11 اكوردين تو مايكروسوفت، يعني دخل مايكروسوفت وشال المعلومات ديالها وغيجاوبني دابا بها. قال لك ذا مينيمم ستورج سبيس ريكواير فور انستال ويندوز 11 اس 64 فور ذا 32 بايت اند 128 فور ذا 64 بايت. هاويفر It is recommended to have more storage space available to accommodate future updates and additional software. For this reason, it's recommended to have at least 150 giga storage space available for installing Windows 11. يعني قالك ويندوز 11 دخلت مايكروسوفت ولقيت باللي اقل حاجه انك تكون عندك في الميموار ديال الديسك دير ديالك باش انستالي ويندوز 11 32 بايت هي 64 جيجا، وباش انستالي 64 بايت ديال ويندوز 11 خاصك 128 جيجا، يعني اقل حاجه باش انستالي ويندوز 11 64 بايت خاصك 128 جيجا. قال لك ولكن قال لك خاصك تزيد الميموار على هادشي اللي قلت لك، لان على قبل الميزاجور ديال الويندوز، لان الميزاجور ويندوز كيبقى يدير دوك لي ميزاجور خاصو ميموار، ماشي انت غتعطي 128 تقول لي صافي حبس، لا خاصك تزيد تعطيني ميموار باش هو يزيد لي ميزاجور، ماشي غتانستاي ويندوز وغتحبس، غتانستاي ويندوز وغتانستاي لي بروغرام وغتانستاي لي ميزاجور. دونك قال لك في الاخر خاصك على الاقل 150 جيجا باش تانستاي ويندوز 11. قال لك روكيت ليج، ندوز دابا روكيت ليج. روكيت ليج قال لك اسيدي the space storage required for installing Rocket League will depend on the platform you're using and whether you plan to install any additional cartridges or update. On Windows the game require around 20 جيجا space storage space but is recommended to have at least 25 جيجا of free space available to accommodate future updates and additional content. يعني قال لك الميموار اللي خاصه، المهم روكيت ليج وفول جايز راه جيمز، العاب تلعب بهم في البي سي، ويندوز 11 هو السيستم اللي عندك، هو الاو اس اللي عندك في البي سي. دونك روكيت ليج قال لك باش انستاليها خاصك على الاقل 20 جيجا، ولكن قال لك من الاحسن خلي 25 جيجا حيت على قبل لي ميزاجور ولا الكونتنت اللي غتزيد DLCs إلا كانوا اكسترا، يعني 25 جيجا هي أقل حاجة تخليها الروكيت ليج. فول جايز، دابا ندوزو فول جايز. فول جايز storage space required for installing Fall Guys will also depend on the platform you're using and whether you plan to install any additional content or updates. On Windows, the game required around 10 gigabytes of storage space but is recommended to have at least 15 gigabytes of free space available to accommodate future updates and additional content. يعني بحال جاوب روكيت ليج قال لك هي خاصه 10 جيجا مينيموم ديال انستالاسيون، ولكن خلي انت 15 جيجا ماكسيموم باش انك الا دار شي ميزاجور ولا شي دي ال سي ولا شي حاجه يبقى فين تانستاليها. تو جمع هاد المعلومات كاملين وحسبهم وقال لك بيسد اون ذيس استيميتس، يعني هاد التقديرات كنقول نقدر نقول لك باللي خاصك 200 جيجا ديال ستوكاج البي سي بورتابل ديالك باش انستالي ويندوز 11 روكيت ليج و فور جايز، اند هاف 150 جيجا اوف ذات از امتي سبيس. كيب ان مايند ذات يو نيد اديشنال سبيس فور اذر بروجرامز فايلز اند داتا يو وونت تو ستور اون يور لابتوب. يعني بكل بساطه قال لك بحسب هاد التقديرات اللي قدرت نفهم هو انه قال لك خاصك تمشي لديسك دير فيه 200 جيجا غير هادشي اللي شرح لك هو الفوقاني، زيد على 150 جيجا اللي دومونديت منه انايا ديال الميموار خاوي، يعني 200 و 150 هي 350. قال لك خاصك
الميموار في حالتك انت غتزيد معلومات يعني تصاور فيديوهات مزيكا اكسترا، يعني غايقول لك بلي 350 هو الجواب ديال هذا السؤال بداك الشيء اللي طلبت منه. جاوب مزيان غير هو في الاخر ديك 150 جيجا ما فهمهاش، قال لي يا خاص غتخلي 150 جيجا كميموار خاويه. انا قصدت به ان ديك الميموار خاويه لي بروغرام، وقال لك قال لي خاص تخلي 150 جيجا ميموار خاويه وغتزيد غتزيد ميموار اخرى اللي تحط فيها التصاور والفيديوهات. يعني ما فهمش هو ديك 150 جيجا راه دارت لك بيربس. سو 8 نعطيو 8 بدون جواب ديالو مزيان صراحه، دار التقديرات ديالو وقاد بزاف ديال الحوايج ولقى باللي انه 200 جيجا راه مزيانه للبي سي، 200 جيجا بلس 150 هي 350، دونك 350 جيجا هي احسن ستوكاج للديسك دور ديالك بهذا الشيء اللي طلبت منه. دونك هادو خمسة الاسئله اللي مهمين اللي كنت باغي نسولهم، صراحه كانت اكسبيريونس زوينه. قالينا السؤال الاخراني هو السؤال عليا انا، غنشوف واش يقدر يجاوب على السؤال ديال لاشين ديالي، واش غيعرف لاشين ديالي ولا لا. دونك انا متحمس باش نشوف هذا الجواب اللي غيجاوب. قال لك اسمح لي انا ك اي اي موديل لانجويج ما نقدرش، ما عنديش معلومات ديال كاع لي شين يوتيوب. قال لك وسبيسيفيكمون هذوك اللي صغار واللي معروفينش بزاف، يعني ما عنديش معلومات بزاف على كاع لي شان اللي كاينين في يوتيوب وسبيسيفيكمون هذوك اللي صغار او ما معروفينش بزاف. قال لك كاينين بزاف ديال لي شين اللي كيتناولوا الموضوع ديال التكنولوجي، وقال لك انا امبوسيبل عليا باش نعرف كل وحده فيهم. قال لك مي نقدر نقترع عليك يعني تمشي يوتيوب تقلب على ديك لاشين اللي بغيتي تقلب عليها باش تعرف المعلومات عليها، يعني to find out more about it. وقال لك تقدر تمشي تشوف الفيديوهات ديالها وتقرا الديسكريبشن ديالها وتشوف السكشن ديالها وتشوف شنو الكونتنت اللي كتصيب وداو على لاشين ديالي. وقال لك تقدر تشوف عاوتاني حتى الكومنت وتشوف الناس اللي كيكومونطيو باش تعرف الكونتنت كواليتي اوف تشانل. الترناتيفلي قال لك حل اخر هو انك تمشي تقلب على الاراء او الهضره او الكونفرسيشن على هاد تشانل اللي هي ام ام ار تي تشانل او مستر تيك تشانل في فوريمز هو دوك السيتات اللي كيكونوا فيهم اسئله اجوبه وكتبقى تجاوب بحال ستار تايمز دوك السيتات القدام هذو كيتسماو فوريمز. قال لك تمشي تقلب في تكنولوجي في فوريمز or other social media platforms يعني فيسبوك واتساب فيسبوك انستغرام اكسترا باش تعرف المعلومات والريبيتاسيون وتا الشهره ديال هاد لاشين. ما جاوبنيش على الجواب ديالي ولكن تفهموا لانه هو يعني محدود يعني ما مطلقش في كونيكسيون، دونك عنده واحد لاباز دو دوني كيخدم عليها. انا لاشين ديالي ما كانش داخله في لاباز دو دوني دونك غنعطيه 6. دونك الى عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم واستفدتم من الاكسبيريونس هذه كما قلت في الاول ابطوا ديروا ابوني ديروا البيل ايكون لايك الى عجبكم الفيديو ديروا ديسلايك الى ما عجبكمش الفيديو او ما عجباتكم فيه شي حاجه كومونطيو لتحت بالافكار ديالكم او شي حاجه نسيتها او شي حاجه ما جربتهاش ولا اي حاجه بغيتو تكومونطيو بها كومونطيو بها لتحت. بارطاجيو مع صحابكم اللي تما باغيين يجربوا شات جي بي تي او باغيين يعرفوا شنو هو او باغيين يشوفوا الاكسبيريونس ديالو. وبسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.